دخلت من بعد الكلمه. بمناسبة اليوم العربي لليتيم، نظمت جمعية نهضة نسا للتنمية والتضامن الدورة الأولى من قافلة مغرب التضامن، التي انطلقت بدعم من الفاعل الجمعوي الكبير بمدينة المحمدية السيد حسن زريت. القافلة التي انطلقت صباح الجمعة 3 أبريل الجاري 2015 من أمام دار الأطفال بحي الراشدية بالمحمدية، حضرها العديد من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية والجمعوية، حيث تقدمهم حسن زريت وأبو صابون رئيس جمعية نهضة زناتة. في أي إطار اليوم هذا اللقاء؟ احنا في اطار اليوم العربي لليتيم، وهي عاده قديمه كيحتفلوا بها المغاربه، وكانت في عهود قديمه القرن السادس عشر الرابع عشر، ولكن في هذا القرن تفتقدات. علاش؟ لان ما بقينا كنهتموا باليتيم، وحنا كجمعيه بغينا نحيوا هذا التراث، التراث اللي هو خيري وتضامني، وكانوا المغاربه الاجدود ديالنا كانوا كيحتفلوا به. وهنايا قمنا بواحد تنظيم قافله مغرب التضامن اللي غتبدا بالمحمديه من الخيريه الاسلاميه المحمديه، شويه غنزوروا دار طالبه بسوق الربيع الغرب، وعندنا دار الخيريه الاسلاميه بوزان، وعندنا دار الايتام بالشاون، وغنقوموا بتوزيع مجموعه من المساعدات كالاغطيه كاللوازم المدرسيه كالمؤل الغذائيه كلعب الاطفال، وغيشاركوا معنا مجموعه من النساء، مجموعه من الفنانين الرياضيين تاهما غاديين معنا، الصحافه والاعلام تاهما غاديين معنا، وبغينا حتى باش يتعرفوا على ديك المناطق المزهره كالشاون وكوزان. وان شاء الله الهدف ديالنا كذلك هو احياء هو تجسيد فلسفه التضامن وادخال البسمه على محيا هاد الاطفال ديال النزلاء، لانه في حاجه ماسه باش نزورهم، خاصه في الاسبوع الاول ديال افغيل، لانه اسبوع تضامني وخيري. ونتمنى ان شاء الله كنوجهوا رساله لجميع جمعيه المجتمع المدني باش يزوروا دور الرعايه، وكنشكروا جميع من ساهم في هذه القافله. الشعور ديالك وانت كتقوم بهذا العمل الخيري؟ كشعور احنا فرحانين، لانهم هادو وليداتنا اللي غنزوروهم، ونتمنى ان شاء الله السنه المقبله يكون عندنا مدن اخرى كمراكش كامزميز، ونتمنوا لان هذه القافله اللي خصنا نحيوها، وخصنا جميع الجمعيه باش نحيوا السرور ديالنا، هو حنا كفرحانين وبغينا باش ندخلوا الفرحه والبسمه على محيا هاد الاطفال اللي في المراكز الاجتماعيه. وتزامنا مع انطلاق القافله في اتجاه مدينه شفشاون، ابى المنظمون وفي اطار البرنامج التكميلي لدعم التمدرس بعماله المحمديه، نظمت الجمعية وبتنسيق مع الشبكة الجمعوية للتضامن ومركز التأهيل الاجتماعي بالمحمدية عملية توزيع المحافظ واللوازم المدرسية على مجموعة من الأيتام وأبناء العائلات الفقيرة. الحفل عرف تكريم عدد من الشخصيات الفنية والجمعوية والإعلامية، وفي هذا السياق نترككم مع الروبورتاج التالي الذي أنجزته محمد يبريس من عين المكان. صراحة شعور يعني هذا فخر واعتزاز بجمعية المجتمع المدني، خصوص جمعية شباب نهضة زناتة اللي متألقة الحمد لله دائما، وكنتمنى لهم المزيد من التألق. إذن بمناسبة اليوم الوطني لليتيم، ارتأت جمعية شباب نهضة زناتة كعادتها أنها تحتفل بهذا اليوم، وحنا دابا كنتواجدوا في مقر الخيرية الإسلامية بالرشيدية بالعالية المحمدية، إذن كمحطة أولى في إطار قافلة مغرب التضامن. كمحطة أولى هي المحمدية، المحطة الثانية هي سوق الأربع، المحطة الثالثة وزان، ومحطة الرابعة هي الشاون، وهاد المحطات كاملين غادي يكون عندنا تواجد ديالنا، غادي نتواجدوا بالخيريات الإسلامية، وغادي نتفقدوا بعض المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شنو تبغي تقول الناس اللي نظموا اللي تهموا في هاد القافلة؟ شكرا بزاف. حسن زيري. شكون آخر؟ المدير ديال الخيرية. كنشكرهم بزاف بزاف حيت فرحونا في هاد النهار هذا، ودخلوا لنا الفرحه في قلوبنا، و الله يعطيهم شي
الخير والله يزيدنا حنا. هذه الا بدايه ديال القافله هذه اللي كرمنا فيها المسؤول هذا في الخيريه اللي هو المدير السيد صالح زردوح، وكنشكروا كاع الفعاليات اللي شاركوا في هذه الانطلاقه هذه، وعلى راسهم السيد حسن زياريتش والسيد يزيد ابو صابون اللي هو الرئيس ديال جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن. كنشكروا الصحافه المكتوبه خاصه القناه الثانيه القناه الاولى، كنشكروا محمد يبريس، كنشكروا الفنانه سعاد وزان اللي غتحضر بوحدها لان هي وزاني اول مره غنديروا الوزان ونكرموها بوزان نستقلها مع الجمعيه تما تصبحوا على تايا الدواحه. معنا السيد كلاب، معنا جمعويين من جهه السوال جاو حاضرين معنا، ومعنا البطل ديال الجمعيه، وكنشكروا مجد ابو الخيره تايا حاضره معنا تايا الصحفيه، وكان وبغينا هذا العاده ان شاء الله كنا خصنا نحتفلوا بها، وبغينا اليوم باش نوصلوا على الاطفال من اللي بداو معاهم. لا علي يزيد شوفنا لا 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 بلاتي 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 يا ولدي بلاتي. يا سي حسن زيدي زيدي سي حسن شوف عندنا شوف عندنا سي حسن لا 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 سعاد وزان سعاد وزان باقي السيد طاهر، كنشكر السيد طاهر حاضر معنا تا هو سيد طاهر تفضل معنا حديد ديك يا زيد سيد البودالي فينا هو الصحافي ديالنا الاتحاد الشراكي كنشكروهم شكرا الاتحاد الشراكي سيب البوداري جي سيب البوداري من الجيم جي من الجيم لعب هكذا 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 دور هنا دور هنا سير قلع على بنية شنو وقع؟ سير جرد واحد يتصل إذا دور سكر دور سكر دور دور ديال الخيريه الاسلاميه عندنا اليوم السي جردوح اللي اشتغلنا معاه اكثر من 10 سنين ويستحق يستحق التكريم لان كيبذل واحد المجهود كبير على لان عنده دار المسنين وعنده واحد الخيريه ويوميا خدام تبارك الله عليه 365 يوم كيشتغل وبينا باش ونشكروا الكتاب ديال السفارات اللي غيتوزع في جميع دار رعايه مراكز ديال رعايه الطفوله اللي غنوزعوا هذا الكتب ان شاء الله ديال التكريم ديال السفارات اللي كانت حدا في 2010 سيب البوداري تفضل معنا سيب البوداري سيب البوداري هو اللي الف هذا الكتاب تصفقوا عليه بزاف لان بدي واحد الجهد سيب الخرابه سيب الخرابه يزيد يا زيد يا زيد شوف لنا شوف يا زيد هذا المنتوج ديال المبادره الوطنيه ديال دول الحجر بعين حروده النساء ديالنا
المنتوجة ديالهم. دكتور بوغوس ما جاش دكتور؟ كاين كاين دكتور بوغوس. حاج زيد زيد خرج بقى واحد الانتفاته اللي غتخلي لي واحد الاثر كبير في النفسيه ديالي وكنتمنى على الله ان باش نكون في المستوى ونبقى نزيدو نعطيو لهاد المؤسسات ونهتموا بهاد الفئه الضعيفه. وحنا حقيقة نهار كبير، هذه الالتفاتة ديال المجتمع المدني اللي زعما عندها واحد الميزة خاصة. في حقيقة أنا ما كنتكلم وأنا كنحبس الدموع ديالي الصراحة. كي كتشوف القافلة اليوم؟ القافلة في حقيقة فكرة نبيلة اللي غادي تدوزها لواحد المجموعة ديال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الخيرية اللي غادي تنطلق هنايا الانطلاقة ديالها من المحمدية وغادي تستمر حتى المدينة شفشاون عبر 6 ديال المحطات. شنو تبغي تقول للناس اللي قاموا بالتكريم اليوم؟ هادو في حقيقة الله اللي غادي يجازيهم بخير، لأنهم هما بفضل هاد الدعم ديالهم وهاد المساعدات اللي تيقدموا هو باش كنقدروا حنا نخدموا، هو باش كنقدروا ندخلوا تحسينات على الخدمات ديالنا اللي كنقدموا لهذوك الوليدات او لهذوك الاشخاص المسنين. نتمنوا لكم التوفيق. عضو المبادره الشعور ديالو بهذه المناسبه؟ نعم الشعور ديالك بهذه المناسبه هو شعور ايجابي بطبيعه الحال. الفكرة أنها أتت من منظمة المجتمع المدني كتكرس واحد الاستمرارية ديال العمل الجمعوي ديال المجتمع المدني اللي بالنسبة لجمعية التضامن ديال عين حرودة هو واحد التقليد اللي استمر ما يزيد على 10 سنوات. نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا أن هذه الالتفاتات ديال هاد الأشخاص المرجعية، هاد الأشخاص الفاعلين في الحق المدني، أنها تكون واحد السلسلة غير منقطعة على درب التنمية البشرية. وشكرا. تانا فرحانة وتانا فنانة شعبية ومشاركة مع دار الثقافة وحتى أنا مساهمة بالفن ديالي وبالروح ديالي مع الجمعيات ومع الأولاد المحسنين مع أولاد الإتامة وبداك الشيء اللي في القدر ديالنا حنا تنساهموا به. حالين هاد القافله اللي حنايا غادي نزورو فيها اليتام ونزورو فيها خلا واحد الوليدات اللي امها الفوات ديالهم ميتين ومطلقين، حنا ان شاء الله بغينا ان شاء الله نمشيو نزورهم بسلامه ونزورو بسلامه. خلينا الضيفان وخلينا الناس وخلينا كل شيء، خلينا وليداتنا، سمحت في ولادي وسمحت في العائله وتميت غادا باش غادا نمشي نزور هاد الدراري اليتام. ان علاش اليتيم لما لقيتي ما دير ليه دوك عايدك على راسه. هاشم محمد السادس.